الله يبارك فيك كابتن علاء، الف مبروك. مباراه من جانب واحد. الله يبارك فيك يا ايمن. وضحت الفروقات بين النادي الاهلي واوكلاند سيتي. يعني في الاول في بدايه الاستوديو ما كانش ينفع تقول ان يعني الامكانيات كبيره وكده وفروقات كبيره، لان يعني دي مباراه كره قدم. لكن من بدايه الشوط الثاني لا، وضحت الفروقات كبيره جدا بين الحمد لله بين لعيبه النادي الاهلي واوكلاند سيتي. 3-0 كان ممكن تزيد اكتر من كده. الاداء لحد كبير قوي مرضي، لكن حتى لو في بعض اخطاء اكيد تتعالج، لان المباراه القادمه غير دي خالص. المباراه القادمه صعبه مش سهله. صحيح. فريق هتلاقيه متمرس احسن من الفريق ده بكتير جدا. لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي النهارده انك بتلعب من بدايه المباراه انت عايز تكسب وعايز بتدور على هدف بسرعه، لان هدف هيريحك تماما. مش عشان هتبقى قلقان ان ممكن اوكلاند يحرجك او يغلبك، لان مهما هتلعب فريق اوكلاند سيتي ده استحاله ممكن يتفوق عليك، لان فروقات كبيره جدا جدا يا ايمن، خصوصا لو لعيبه النادي الاهلي اتحدت تحت ضغط. بالعكس النادي الاهلي بيلعب بارتياح كبير جدا، حاسه حتى في الملعب. ما هو اللعيبه ما حسش في الملعب تبقى مشكله، لعيبه النادي الاهلي حاسه الامكانيات، لا في فرق امكانيات كبيره جدا، عشان كده تحس ان اللعب كان فيه ارتياحيه سهله جدا، مفيش مشكله خالص، مفيش خطوره جت على الشناوي تذكر تماما. جبت ثلاثه والهدف الثالث حلو قوي كمان. لكن الاداء مطمئن، لعيبتك يعني اكتر من لاعب النهارده مديك ارتياحيه في الملعب، طبعا على راسهم ديانج اكيد، محمد هاني كمان. مبروك يعني تاهل للدور اللي بعده الحمد لله بجداره واستحقاق. انت الاحسن وانت الاكفأ في الملعب وانت الاحسن انتشارا، انت الاحسن في كل حاجه. صحيح. مفيش نسبه بينك والاوكلاند سيتي تماما، عشان مفيش حد يتكلم بيقول فريق ضعيف. فريق ضعيف انا وريته ان هو فريق ضعيف النهارده. مزبوط. انا كسبت ثلاثه وبجداره واستحقاق ومأدي لحد اخر ثانيه في المباراه. فالف مبروك لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني وجماهيره العريقه في كل مكان. جماهير تفرح النهارده وتتبسط ان شاء الله. لكن لعيبه النادي الاهلي ما اعتقدش النهارده خلاص المباراه قفل، انك عندك ماتش بعد بكره. كمان يومين لانك ما عملتش حاجه لسه. هتفهمني يا ايمن، عديت خطوه كويسه الحمد لله. صحيح. اتمنى ان شاء الله نكمل الخطوه الاهم بقى اللي هي الخطوه الجايه. مظبوط. الاقوى، ولازم التركيز يبقى غير كده خالص ويعلى قوي. مزبوط. الحمد لله دايما البدايات بيبقى فيها اللي جاي. خلي بالك كمان خروج مغلوب. انا فاهم. برضو ادوار اقصائيه اكيد، لكن هو دايما يعني البدايه بتبقى فيها قلق، انت ما تعرفش مين المنافس اللي قدامك. فالبدايه النهارده الحمد لله انت عديتها، 3 اهداف حلوين جدا الحمد لله. فالف الف مبروك للنادي الاهلي ولعبته، وان شاء الله يا رب يوم السبت ان شاء الله تبارك لعيبه النادي الاهلي باذن الله رب العالمين.